السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أعراض وعلامات بعضهم بتتفهم غلط، والأعراض والعلامات دي بيتعرض لها الروحاني اللي عنده تواصل مع أرواح البشر أو بيتواصل مع أرواح ما ورائيات من الأبعاد أو العوالم الأخرى أو بيتواصل مع الاتنين، بس طبعا يكون أصلا من الناس اللي ليها ورد معين مستمر عليه أو بيعملوا طقوس روحية زي التأمل واليوجا أو أي نوع من أنواع التمارين الروحية الطاقية. أهم حاجة في الأعراض اللي هقولها دي إن الروحاني يكون تأكد 100% إنه كشف على نفسه عضويا عند الدكاترة ولقى إن ما عندوش أي سبب عضوي، لأن في أعراض أصلا أسبابها أمراض عضوية أو خلل في بعض وظائف الجسم، وبيفتكر البني آدم بقى وقتها إن معاه روحانية أو إن عليه سحر أو أي حاجة من دي، وهو أصلا الموضوع طبي بحت. فأهم حاجة إنه يتأكد إنه عضويا ما عندوش أي خلل في وظائف الجسم مبدئيا. أول عرض معانا هو سحب طاقته بسرعة لما بيروح مكان فيه ناس، حتى لو الناس دول كويسين ومرحين وإيجابيين كمان، بس هو الإنسان الروحاني بيكون حساس جدا للطاقة، فلما بيروح أي مكان فيه تجمع طاقته بتروح بسرعة، وبيرجع بيته يحس إنه مهدود ومتهالك وعايز ينام وكأنه بذل مجهود كبير جدا، رغم إنه ممكن يكون راح للناس في مواصلات مريحة وكان نايم كويس وكل حاجة، بس برضه بيرجع تعبان جدا. والسبب إنه بسبب ارتفاع الروحانية عنده وكتر التعامل مع الأحلام والرؤى والشعور بالطاقات الأخرى اللي هي مش متشافة، فالهالة الطاقية عنده بقت حساسة جدا، ولذلك فهو محتاج تمارين التنظيف الطاقية ويحصن ويقوي نفسه، وممكن كمان يتقوى بمساعدة طاقة الأحجار الكريمة العلاجية أو أبجورات الملح الصخري وخلافها. تاني عرض معانا إنه بيكون أكثر عرضة للعوارض الشيطانية اللي كل همها طبعا إنها تسحب منه طاقة النور اللي هو بيشحن نفسه بيها دايما من خلال الممارسات الروحانية، فيلاقي التركيز عنده انخفض جدا، لأن طبعا العوارض الشيطانية عارفين كويس إن التركيز مهم جدا في الصلوات وفي قراءة الأوراد، فيلاقي الروحاني إنه بقى سريع النسيان جدا، مش مركز، إحساس إنه عايز ينام طول الوقت أو كأنه لسه قايم من النوم. والعرض ده بيستمر فترة طويلة جدا مع الروحاني على فكرة، ممكن سنة أو سنتين. ففي روحانيين للأسف بيقولوا خلاص واضح الأوراد دي بتسطل الواحد أو بتخليه يعني زي السكران، إحنا بقى نوقفها ونرجع لحياتنا العادية، وبالتالي مش بيقدروا يصمدوا. تالت عرض عدم القدرة على الكلام الكتير، يعني ممكن شخص كان رغاي قوي ولما يدخل سكة الروحانيات بيلاقي نفسه كلامه قل جدا، ما بقاش عنده طاقة يتكلم كتير، والناس اللي كان كلامها أصلا قليل برضو بيقل كلامهم أكتر وأكتر، وده لسببين. أول سبب هو نشاط العين التالتة الخاصة في التعامل مع الروحانيات، ودي لما بتنشط بتسحب طاقة كبيرة جدا بتأثر على شاكرا الحلق، وبالتالي شاكرا الحلق بيقل نشاطها، ودي مش حاجة وحشة إلا للناس يعني اللي شغلهم معتمد على الإذاعة أو على التخاطب مع الناس أو التدريس، فالمطلوب منهم في الحالة دي إن هما ما يتعبوش نفسهم كتير وياخدوا قسط كبير من الراحة والطاقة، وياخدوا المكملات المنشطة للباور عشان وقت التدريس أو وقت إلقاء المحاضرات يكونوا قادرين يتكلموا. السبب التاني وهو إن أصلاً الجسم كله بيكون في حالة ارتخاء، وبقى تركيز الطاقة كله فوق عند الشكرات العلوية، لأن الشكرات العلوية من أول الحلق وطالع على العين الثالثة والتاج دي شكرات الروحانيات والتواصل مع العوالم الأخرى، وبالتالي بيحصل عدم موازنة للشكرات دي، لأن الشكرات السفلية مظلومة هنا معانا وهي مختصة بالحياة المادية، وبسبب طبعا ضعف الطاقة وعدم اتزانها بيكون الإنسان مش قادر يتكلم كتير لأنه بيكون منهك القوى. وطبعا هنا لازم يعمل تمارين تنظيف وشحن الشاكرات، ولازم يهتم بالماديات شوية عشان يوازن بين كل الشاكرات في جسمه. رابع عرض، وده عرض معروف جدا طبعا، اللي هو الصداع لمدة دقايق قليلة، وتحديدا عند منتصف الجبهة عند شاكرا العين الثالثة، طبعا شبه يوميا. خامس عرض هو
تحفيز بعض العوارض ليك أو بعض الجن المؤذي ليك على الشهوة العالية، يعني فجأة يخليك تتخيل مشاهد إباحية، ممكن يوصلك إنك تروح تفتح فيديوهات مش تمام على الإنترنت، وبيحصل فجأة، يعني الحالة دي بتيجي فجأة كده، ممكن كمان تحصل وقت الصلاة وانت بتصلي. وطبعا بعض الشباب أو الستات الروحانيين لما بيخافوا يعملوا حاجة غلط أو مش عايزين يروحوا يفتحوا فيديو وحش، فبيلجأوا للأسف للعادة السرية. وطبعا العادة السرية لما بتحصل كذا مرة بسبب الشهوة، اعرف ان هنا طاقتك الروحانية خلاص بتقولك باي باي، لان الطاقة الروحانية بيتم فقدها في العادة دي. انت شخصيا هتلاحظ ان الرؤى والاحلام والتواصل الروحاني بيقل جدا وبيخف قوي، وممكن كمان ينقطع لعدة ايام وممكن شهر بعد ما تعمل العادة السيئة دي. في علامة برضو مهمة جدا اللي هي النبض المتنقل في الجسد، ودي ملهاش علاقة بالمس، لا أنا بتكلم على العلامة دي اللي بتظهر أثناء رحلتك في التطور الروحاني، يعني بقالك بقى شهرين ثلاثة أو دخل على سنة، فبتبتدي تلاحظ إن جسمك بيبتدي كده يديك نبض في مناطق معينة من الجسم، ممكن عن ناحية اليمين ممكن عن ناحية الشمال، بس ده بيكون حسب حالة محددة. إيه هي الحالة دي؟ ده طبعا بيكون رد ذكي من جسمك. ازاي؟ انه مثلا انت بتفكر في حاجة كويسة، تلاقي ان الروحانيات اللي اتحملت جوه جسمك او النورانيات بمعنى اصح تديك نبض على الجانب اليمين، يعني معناه ان الحاجة دي اوكي استمر فيها، او الحاجة دي كويسة، او في حاجة حلوة هتحصل من الحاجة اللي انت هتعملها. لو جالك النبض على الناحية الشمال معناها برضو الرفض. هنا بيبتدي بقى الجسد يتعامل معاك باشارات مادية بقى، اللي هو ايه، شوفي الإجابة هتجيلك ازاي على الواقع، بدل بقى ما تستنيها في منام او كده، لا خديها على الجسد مباشرة. وطبعا نفس الفكرة في الرفة بتاعة العين، تلاقي كده عينك بترمش برضو الناحية اليمين حاجة والناحية الشمال حاجة تانية، نفس الفكرة برضو في اليمين لا في الشمال. مش لازم برضو العين هي بس اللي ترمش او ترف، لا ممكن تلاقي عضلات الوش ذات نفسها هي برضو بتنقبض كده، او فيها رعشة بسيطة او فيها كهرباء بسيطة ناحية اليمين، لو معناها انه في او اللي انت ماشي فيه ده كويس، ولو لا بتيجي في الشمال او مثلا في خبر مش كويس او كده. طبعا الحاجات دي او الاعراض اللي انا بقولها دي لازم تتأكد الاول ان انت مش مرهق، ان انت ما عندكش اعراض عضوية، ان انت صحتك تمام، الفيتامينات عندك كويسة في الجسم، لان في ناس بتخلط بين الاعراض الجانبية بتاعت الامراض او الارهاق بالاعراض الروحانية. الاعراض الروحانية بتبقى العلامات اللي انا قلتها دي بتظهر لمدة ثواني بالكتير، لو زودت بتبقى 10 دقايق وبعد كده بتختفي. وبتبقى بقى في حالات معينة زي ما انا قلت لك، لما انت تبقى مقدم على حاجة او بتفكر في حاجة او بتدعي ربنا بحاجة. في برضو كمان علامة مهمة اللي هي قرصة الضوفر، سواء في الايد او الرجل، تحس كده ان الضوفر ده بيتسحب جامد، تحس كده ان في حد بيقرص على الاصبع بتاعك جامد، دي معناها ان انت كان عندك اسحار قديمة او حسد او مس او اي حاجة من العوارض اللي كانت عندك متخزنة في جسمك، وبتبتدي تطلع على شكل عقد من اطراف الاصابع سواء في الايدين او في الرجلين، ودي برضو بتبقى لمدة ثواني بتختفي، فما تقلقش. وبرضو اتأكد ان انت ما عندكش املاح زيادة، ما عندكش مشاكل في الجسد، ما عندكيش مثلا الدورة قربت تيجي، لان في بنات بيحصل معاها الموضوع ده قبل ما الدورة تيجي بكام يوم، فانتي اتأكدي ان الحاجة دي بتحصل في اوقات مختلفة عن قبل الدورة. الناس بقى اللي بتعمل اوراد كتير واذكار بقى ومستمرة ما شاء الله عليها من الطلاب المجتهدين هنا معانا، ساعات بيزودوا بقى في الاعداد، وطبعا لما بيزودوا في الاعداد دي بتبقى حاجة كويسة، بس هنا بيتعرضوا لحاجة اسمها زيادة في التحميل الروحاني، بتبتدي الطاقات النورانية تتكثف بقى جوه الجسم، وممكن يكون الجسم هنا لسه ضعيف او لسه مش مستعد، فتحس ان في اماكن في جسمك بتوجعك وبيزيد فيها التقل، تحس مثلا ان دراعك ثقيل قوي اليمين مثلا او حتى الشمال، المعصم بتاع الايد بيوجعك جدا، الرسغ بتاع الرجل، تحس عند الركبة برضو فيه تقل، في كل مرة حاجة كده تقيلة تحس انك بقالك مدة كنت شايل مثلا حاجة والحاجة دي أساسا مش موجودة، وده برضو بيبقى فترة كده وبيروح خلال اليوم. تمام؟ سابع عرض ظهور أشكال هندسية أو نجوم أو ومضات ضوئية تشبه البرق، خصوصا قبل النوم وتكون ملفتة، وطبعا بتكون في الضلمة، وممكن كمان تظهر وتشوفها وانت مغمض عينيك، دي علامة قوية جدا على ارتفاع روحانيات عندك وطاقتك قاعدة بتتنشط بشكل ملحوظ، بس بشرط ان انت بقالك مثلا ساعة أو ساعتين مش ماسك الموبايل. تمام؟
او مش ماسك مثلا اي حاجة فيها ضوء، شاشة، لابتوب، اي حاجة، عينك بقالها ساعتين ثلاثة مرتاحة. تامن عرض، العلاقات الاجتماعية عندك بتكون قصيرة المدى، يعني تعرف ناس يومين ثلاثة او شهرين ثلاثة وخلاص يختفوا ويمشوا، وتعرف ناس تانية عليهم وخلاص يلا كوم على اللي فاته ويلا اللي بعده وهكذا. العلاقات البشرية الجديدة مش بتطول معاك، ومش لازم يعني تكون بتنتهي بعركة او خناقة، لا هي بتنتهي فجأة كده بدون سبب. لكن طبعا الكلام ده مش بينطبق على الاصدقاء الانتيم اللي بقالهم عشرة عمر سوا. تاسع عرض، احلام الامتحانات بتكتر معاك كل اسبوع وكل شهر، تشوف احلام امتحانات او انك جوه المدرسة او جوه الكلية او اي قاعة وتحلم انك بتمتحن، رغم انك سايب الكلية او المدرسة بقالك سنين طويلة جدا، ويتنجح بقى في الحلم او تسقط او ان النتيجة ما طلعتش اصلا او ان الوقت مش مكافي في الامتحان، مش مهم يعني النتيجة، المهم ان دي بتكون علامة من روحانيتك بيوروك ان انت لسه بتطور من قدراتك. مع العلم قبل ما اي حد يتلخبط، كل الناس بتحلم انها بتمتحن حتى لو عندهم 70 سنة. هي الفكرة ان احلام الامتحانات بتظهر بشكل ملفت وكتير قوي وملحوظ بعد الاوراد. عاشر عرض، ممكن تشوف حاجات غريبة زي ظلال، او تشوف حاجات عجيبة بتحصل في البيت، او اصوات ما تعرفش مصدرها منين، وانت تستغرب تقول هو اول معمل الاوراد تحصل لي الحاجات دي ليه، يبقى الاوراد دي بتجيب جن بقى، او تفتكر انك مسحور. لا طبعا، هنا انت بدأت تحس وتشوف حاجات ما كانتش بتتشاف قبل كده ولا بتتسمع قبل كده، خصوصا لو انت بتحسها وبتسمعها لوحدك. اللي بيعمل اوراد على طول ومواظب على صلواته وروحاني بجد بيكون متحسن، وحتى لو اتسحر بيروح سحره بسرعة جدا، مش بيصمد السحر معاه كتير. فما تقلقش لما تحس او تشوف حاجات زي دي، لان ده دليل على ارتفاع روحانيتك. امال انت مفكر روحانيتك هتعلى ازاي؟ هتقضيها يعني احلام جلية وارقام وريش معرفش ايه؟ لا طبعا، لازم تشوف حاجات كده شيكا بيكا. يعني اخر عرض معانا، وهو انك بتلاقي بعض اطراف جسمك بتعمل حركة فجائية بالذات قبل النوم. ممكن تلاقي مثلا رجلك نطرت لوحدها، صبع السبابة عندك اتحرك، دراعك عمل حركة مفاجأة. فطبعا انت لما بتروح للشيخ ويقولك طبعا انت عندك مس، يقولك انت عندك سحر، يقولك مثلا في مس عاشق او ايا كان، طبعا لا مفيش الكلام ده. هو الكلام ده بيكون موجود حقيقي بس مش في الحاجات دي. لكن طول ما انت بتعمل اوراد وروحانيتك عمالة ترتفع، فعندك مسارات طاقية في جسمك ماشية في كل حتة من اطرافك. لما بيبقى في ضخ طاقة كده مفاجئ قبل النوم، لازم هتحصل الحركات اللا إرادية دي، فوقتها انت ما تقلقش. وبالذات حركة السبابة دي بتكون حاجة كويسة جدا، علامة على تواصل الروحانيات معاك، تحديدا السبابة في اليمين. هتقولي لي اشمعنا بقى الطنين كان في الودن اليمين والشمال عادي والسبابة لا؟ لانه طبعا السبابة معناها انه الروحانية اللي معاك مسلمة، وطبعا احنا ما بنتشهد في الصلاة بنتشهد بالصبع اليمين مش بالشمال، تمام؟